دفع آخر، بطلان القبض والتفتيش لشيوع الجريمة. الحيازة جرمها المشرع، الحيازة في المدني غير الحيازة في قانون المخدرات. الحيازة في المدني أحد مصادر الحقوق والقانون بيحميها. تعالوا في المخدرات، الحيازة في المخدر في المخدرات محرمة ويعاقب عليها القانون، والحيازة هي الاستئصار بالمواد المخدرة بقصد الملك والاختصاص. هنا الضابط في قضية من القضايا اللي عرضت علينا قال أنا دخلت خبطت على الباب، فتح لي المأذون بضبطه وتفتيشه، رحت داخل قلت له فين أوضتك، فوصف لي الأوضة التانية على شمال الداخل من باب البيت، فدخلتها ولقيت فيها صحارة، وفتشت في الصحارة فلقيت في جاكيت بيج وبتفتيشه، وجدت إني في علبة فيها مخدر الحشيش. فقال له مين اللي قاعد معاك في الأوضة دي؟ قال له قاعد هنا أنا ومراتي وعيالي وإخواتي موجودين حواليا. فكتب الكلام ده، قال له بس ده الأوضة بتاعتك أنت؟ قال له جه عند المحقق، محقق سأله قال له الوضع كذا وكذا وكذا، قال له أيوة إخواتي موجودين في البيت معايا. قال له طيب، وكيل النيابة قام عمل معاينة ووجد إن الصحارة بدون قفل، وإن الصحارة دي فيها ملابس المتهم وزوجته وولاده. هنا أنت مش ملزم تثبت للقاضي إن المتهم بتاعك بريء، أنت مش ملزم، كل اللي عليك إنك تخليه يتشكك في نسبة التهمة للمتهم، تخليه يتشكك بس. فبنقول إيه؟ وعشان كده دايما كنت أقول مش لازم وإنت قدام القاضي تتكلم باللغة العربية الفصحى وبألفاظ مقعرة تقيلة، ما مش هتبقى مظبوط. لكن قد يكون هناك مقام تتكلم بيه بلدي عادي زي ما بتكلم مع حضراتكم. فاحنا قلنا قدام القاضي، قلنا له الصحارة دي ما كانش فيها قفل، لو فيها قفل ما كناش اتكلمنا قدامكم خالص. لو في قفل يبقى القفل ده مفتاحه فين؟ ياخدوه من المتهم يفتح، يبقى هو اللي في حيازته ومحرز المادة المخدرة، لأنه هو الحائز لهذا المكان وهو اللي بيفتح وبيقفل. لكن الصحارة ما كانش فيها قفل، قد يكون زوجته أو أخو زوجته بيدخل عادي، راح حاطط الحتة حشيشة دي، عيل من عياله هو، حد من إخواته. فالفيصل هنا إني مفيش قفل كان في الصحارة، وعشان كده هنا تشيع الجريمة، الجريمة تبقى شيعة. وهنا الدليل، خدوا العبارة دي اكتبوها، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به، لأنه احتمال أخو المتهم اللي حاططها، واحتمال مراته، واحتمال أخو مراته، واحتمال عيل من عياله. يبقى الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ومن ثم إحنا هنا إذا تطرق الشك إلى وجدان القاضي قضي بالبراءة. حضراتكم عشان كده دايما أقول
اوعى تبقى فاهم ان انت من واجبك انك تثبت ان المتهم بريء. لا، انت عليك بس انك تشكك في التهمة المنسوبة او في صحة التهمة المنسوبة للمتهم.